بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن المليارد. طيب، كنا قلنا ال 100,000 اللي هو the smallest number formed from how many digit. ال 100,000 ده بيتكون من كام digit؟ ال 100,000 100,000 the smallest number is formed from how many digit؟ مستر 6 ديجيت من 6 ديجيت، يبقى the smallest number formed from 6 ديجيت اللي هو ال 100,000. يبقى انا عندي هنا 100,000 is the smallest number formed from 6 digits. طب احنا قلنا ال 1 مليون formed from how many digits؟ 7 digits. يبقى انا عندي 1 وقدامه 6 zeros. ده أول نمبر حتى موجود عندي في الفاميلي الجديدة اللي اسمها المليون. اتفقنا إن كل فاميلي بتتكون من كام ديجيت؟ من 7 من أول، معلش، كل فاميلي بتتكون من كام ديجيت؟ كل فاميلي بتتكون من 3 من 3 ديجيت. اسم الديجيتس اللي في الفاميلي، يعني كل فاميلي فيها 3 ديجيت. الديجيت الأولاني ده بيكون اسمه إيه؟ يونت. والتاني؟ 10 اللي بعده 100. أول فاميلي دي كان اسمها إيه؟ يونت فاميلي. يونت فاميلي. اللي بعدها 1000 فاميلي. اللي بعدها مليون فاميلي. مليون فاميلي. إحنا اتفقنا إن كل فاميلي بتتكون من 3 ديجيتس، فأنا عندي 1 2 3 أيا كان اللي موجود هنا. طيب هنتكلم دلوقتي عن فاميلي جديدة اسمها المليارد. والمليارد ده the smallest number formed from how many digit? 10 digit. 10 digit. Smallest number formed from 10 digit. 10 digit. طيب هنيجي نكتبه، نكتب ازاي؟ بنكتب 1 وقدامه كام زيرو؟ 9 zeros. 9 zeros. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. احنا اتفقنا ان الفاميلي الاولى دي اسمها اليونت فاميلي. يونت فاميلي. اللي بعدها دي اسمها تنز فاميلي. لا لا ما اسمهاش تنز فاميلي. 1000 فاميلي. 1000. الفاميلي اللي بعدها دي اسمها مليون فاميلي. مليون فاميلي. اخر فاميلي او الفاميلي الجديده دي اسمها مليار. مليار. والبليون. بليون او المليارد الاثنين لهم نفس الاسم، فبنقول عندنا هنا المليارد. طيب كان عندنا حاجه اسمها الفاليو والبليس فاليو. فلو انا عندي نمبر مثلا وليكن بالشكل ده 34 وهنا 572189643، ال1 هنا البليس فاليو بتاعه ايه؟ بليس فاليو. اللي يعرف يرفع ايده لو سمحتم، عشان ايه؟ لان احنا العدد زاد، فايه ما نقولش كلنا مع بعض. مين اللي هيجاوب معايا؟ وليالين. وليالين. 1100. لا مش 1100. دي اسمك ايه؟ لين. لين ايه؟ محمود. ولا بنقول محمود لين ولا لين محمود؟ لين محمود. يعني الفاميلي اللي بنقولها في الاخر، صح؟ فهنا كان مكانه فين؟ في أي ديجيت؟ احنا اتفقنا إن كل فاميلي بتتكون من 3 ديجيت. 100,000. أيوه هي دي بقى. 100,000 الأول وبعدين 1000. 100 1000 1000. طب لو أنا عاوز الفاليو، قولي يا لين الفاليو. المرة دي أنا عاوز الفاليو 1000. لا قلنا بنعمل إزاي عشان نجيب الفاليو؟ بكتب الديجيت ده زي ما هو، زي ما هو. في قدام منه كام النمبر اللي موجود في الديجيت ده بكتبه؟ كام زيرو؟ في كام زيرو؟ 5 زيرو. نكتب ال 5 زيروز وبعدين نقرا النمبر عشان ما نلخبطش نفسنا. يبقى النمبر ده اسمه ايه بقى؟ قلنا بنقراه ازاي؟ 100,000. 100,000. طيب مين اللي هيجاوب معايا السؤال اللي بعده؟ ادم. يا ادم. نعم يا مستر. ال 5 هنا مكانها فين؟ 100 مليون. 100 مليون.
طيب هي الفاليو بتاعتها بكام؟ الفاليو بتاعتها 5 وقدامها 8 0 8 0. تمام. طيب نقرا النمبر بقى. 5 مليون. واحدة واحدة بس، انا هقرا النمبر ده الاول واقول اسم الفاميلي بتاعته. النمبر ده اسمه ايه؟ 500 مليون. ايوه كده. بس صعبة؟ نو. طب عاوزين نقرا النمبر ده نقرا ازاي؟ 34 مليار. ايوه ده اول واحد لوحده. 34 مليار. اه 34 مليار. وبعدين 572 مليون. ايوه $189,000. yes. 643. ما بنقولش اليونت دي ما بنلهاش اي اسم خالص، نكتبها زي ما هي كده من غير اي اسم كده. صعب. حد مش فاهم احنا ازاي بنقرا النمبر؟ حد مش فاهم ازاي بنقرا النمبر؟ حد مش فاهم؟ انا مش بسأل دلوقتي حد يحل، انا بسأل حد مش فاهم ازاي ان احنا قرينا النمبر ده. طيب كان عندنا حاجة اسمها الاكسباندد فورم. كان الاكسباندد فورم دي ليها طريقتين. الطريقة الاولى ان انا بكتب الاكسباندد فورم اللي عندي، بنكتب الاكسباندد فورم عن طريق الفاميلي، والطريقة التانية ان انا بكتب الاكسباندد فورم عن طريق الديجيت. مين هيقول معايا النمبر ده عن طريق الفاميلي؟ عاوزين حد محلش. حد محلش، عاوزين الناس تبقى مستمعة كده، كله يشارك يقول صح غلط. يقول ايه المشكلة ما يقول غلط؟ انا عاوز حد يقول غلط. ها مين اللي يقول غلط؟ طب عاوز حد يقول صح؟ عاوزين غير ادم ولين. حد تاني؟ حد تاني بدل ما نختار؟ انا عاوز حد تاني. ها مش هسكت. عاوز حد تاني غير اللي مرفعش رافعين ايديه؟ يا مستر ممكن؟ يا مستر هما ناس ازاي يرفعوا ايديه؟ طيب نقول مين؟ محمد حازم. انت كاتب ايه؟ معاذ. معاذ صح؟ معتز. معلش ما عادش تكتب ام، اكتب معتز. عشان ما اعدلها لك. طيب طيب ثانية واحدة. معتز بفكرني اول ما تخش، لان انا عندي مشكلة في موضوع ايه حفظ الاسماء يعني. قول يا معتز. الفاميلي عاوزين نكتبها بالاكسباندد فورم. فاكر الاكسباندد فورم اللي هي ايه؟ كنا بنكتب الفاميلي وجنب منها زيروز، بلس الفاميلي اللي بعدها جنب منها زيروز. ودي كان اسمها الاكسباندد فورم. لا بالفاميلي مش بالديجيت. بالفاميلي مش بالديجيت، انا عاوز اول واحده بالفاميلي. انا مثلا نسيت انا كنت بعملها ازاي بالفاميلي. طب فين الفاميلي الاولى اللي موجوده عندك؟ من الشمال مش من اليمين. المليارد. مليارد. لا دي مش مليون. اول فاميلي دي، اول فاميلي عندنا هنا اليونت. وبعدين الثاوزن، وبعدين المليون، وبعدين المليارد. دي المليارد. طيب تعال نشوف كده المليارد دي كان فيها مين. 34. بكتب 34 زي ما هي ونكمل الزيروز. هكتب جنب منها كام زيرو؟ لحظة بس كده عشان هي علقت. لحظة ايوه اهي. هكتب جنبها 9 زيروز. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بلس الفاميلي اللي بعدها اللي هي مين؟ هي 572. واكتب جنبها كام زيرو؟ 6 زيرو. 1 2 3 4 5 6 بلس الفاميلي اللي بعدها 643. احنا كتبنا الفاميلي دي وكتبنا الفاميلي دي، يبقى اللي بعدها 189,000 بلس 643. تمام كده افتكرنا؟ طيب تمام يا معتز. قول يا سما.
يا سما قولي، يا سما قولي ايه؟ قولي الاكسباندد فورم يا سما بالديجيت، احنا كتبناها كده بالفاميلي، عاوزين نكتبها بالديجيت. دي مش 100، 3 هنا مكانها فين؟ اول ديجيت هنا فين؟ في اليونت، والتاني هنا فين؟ يبقى 3 لما تكون في التنس اسمها ايه؟ 30. ايه بقى في انهي فاميلي؟ لا 30 بس، 30 مليار، يبقى انا هكتب 30 مليار، مليار دي يعني بكتب 9 زيروز جنب منها بلس الديجيت اللي بعد منه في اليونت مليار. في حاجه اسمها يونت مليار؟ بنقول 4 في المليار على طول، ما بنقولش يونت مليار، اسمها 4 مليار، 4 مليار بلس اللي بعدها دي كام؟ اتفقنا كل واحد ايوه في يونت تنس 100 500 ايه؟ مليون مليون دي يعني 6 زيروز. علي صوتك شويه يا سام. بلس اللي بعدها 70 مليون بلس 2 مليون بلس 100 يونتس تنس 100 100 1000 بلس 80,000 بلس 9,000 600 بلس 40 بلس 3. صعبة كده؟ حد مش فاهم احنا عملنا ايه؟ حد مش فاهم احنا عملنا ايه؟ بلس. طيب ازاي ان انا لو عندي نمبر اكتبه من الوورد فورم للديجيت فورم؟ يعني ايه؟ يعني لو انا كان عندي نمبر بالشكل ده مثلا، بيقول عندنا هنا 27 مليار، هكتبها كده 27 مليار 34 مليون1,000 423. مين يقدر يجاوب معايا السؤال ده؟ عاوز حد يقول لي أنا هجاوب معاك السؤال ده. قول يا آدم. نعم يا مستر. قول يا ادم. عاوزين نكتب النمبر ده، هو هنا جايبه لها في اي فورم؟ الفورم دي اسمها الوورد فورم. الوورد فورم اللي هي بصوره الكتابه. تمام، انا عاوز احولها بقى من الكتابه للديجيتس، عاوز اكتبها بالارقام اللي هي اللي اسمها الستاندرد فورم. فقلنا كنا بنعمل ازاي؟ ويني 7 وجنبها جنبها جمنا ايه؟ 27 وبعدين فاصلة وبعدين 34 يعني اكتب كده واحدة واحدة بس كده، واحدة واحدة خليك معايا عشان تقول لي اكتب ايه؟ 27 وبعدين فاصلة وبعدين
34 شغال عندي وبعدين 0 وبعدين 0 كده ولا فاصلة كده ولا ايوه كده يعني لا 0 في 0 هنا ماشي قول انا معاك انا ما قلتش صح ولا غلط كمل انا معاك لا مستر المفروض الزيرو ده يكون قدام طب ما احنا نقول على طريقه تانية احلى اكبر فاميلي عندنا هنا مين لو سمحتوا اللي مش شغال بالمايك يقفل المايك انا عاوز بس مايك واحد اللي مفتوح اللي بيكلم معايا مايك واحد بس اللي مفتوح ثانيه واحده بس معايا مايك واحد بس اللي مفتوح اللي بيتكلم معايا مايك واحد بس ثانيه واحده بس يا ادم هما يقفلوا المايك اهو طيب احنا نقفل احنا المايك قول معايا كده يا ادم قول يا ادم افتح المايك بص بقى معايا احنا كنا اول حاجه بنحددها بنحدد اكبر فاميلي اللي هي مين المليار ادي المليار ده اهي ونعمل كوما وجنب منها الفاميلي اللي بعدها اسمها مليون طالما مليار دي يبقى في الباقي موجود مليار وجنب منها 1000 وجنب منها 100 لا يونت مش 100 يونت اسمها يونت فاميلي احنا اتفقنا ان كل فاميلي فيها كام ديجيت 3 ديجيت 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 طيب تعال نشوف بقى انا هعمل اندرلاين لمين لكل فاميلي مع بعض يعني انا دي الفاميلي الاولى اهي هعمل لها اندرلاين مع بعض هنحط تحت منها خط كده 27 مليون مليار 27 دي اللي هي ازاي 27 فمين اللي في اليونت في 27 7 ماشي ومين اللي في التنس 2 طب يفضل ال100 في 100 نو يبقى نكتب مكانها 0 اللي مش موجود اوتوماتيك نكتب مكانه 0 يبقى هنا انا كتبت ال7 وال2 والزيرو هو زيرو على الشمال اللازمة؟ لا يبقى ما نكتبوش الزيرو الوحيد اللي بمسحه اللي موجود على الشمال اللي بعد كده بيفضل زي ما هو طيب تعال نكمل بقى هنا 34 مليار اكتب 34 ازاي 34 4 يونت يونت 10 طب وال100 زيرو زيرو يبقى بكتب هنا 034 يلا اللي بعدها 1000 يبقى ده في الفاميلي بتاعت 1000 1 بكتب 1 1 في اليونت والاثنين التانيين 0 والاثنين التانيين 0 يبقى بكتب 1 وهنا 2 زيروز اللي بعدها 423 دول اللي هم مين اللي هو طالما ما قاليش اسم الفاميلي هنا دي اللي هي اليونت فاميلي بكتب 400 صعبة كده؟ حد مش فاهم انا عملت ايه؟ لا حد مش فاهم انا عملت ايه؟ طيب نبدا نحل بقى هنحل عندنا من 1 لغاية 4 ونبعت من 1 ل 4 ونبعت هنا بيقول لنا ايه؟ سامعاني يا لين؟ طيب 7 انا عاوز اكتب مين اللي موجود في الفاميلي بتاعت المليار؟ ادم بعت لي ثانية واحدة يا ادم ها مين اللي بعت لي مين اللي في المليار؟ ال 7 7 بس هي اللي في المليار مش 7 مليار فهمناها كده؟ مين اللي في المليون؟ مين اللي في الفاميلي بتاعت المليون؟ الفاميلي بتاعت المليون فيها مين؟ ايوه 101 بس وبنقف فهمناها؟ ما بنكملش زيروز انا بكمل زيروز لو ما فيش كلمة مليار دي موجودة يعني لو كلمة مليار دي مش موجودة بكمل بالباقي زيروز كلمة مليار دي موجودة خلاص ما عادش بكمل زيروز تمام؟ طيب ما احنا هنعدل دول اللي هم اللي موجودين دول بصوا معايا في السؤال ده كده انا هشرح حاجة يا شباب سامعيني؟ قول بسم الله طيب لما اقول 7 10 لو انا عاوز اكتبها بالنمبرز بكتب ال 7 زي ما هي ال 10 دي فيها كام زيرو؟ 1 بس بكتب 0 1 يبقى 7 10 اللي هي 70 لو انا بقول 700 فبكتب ال 7 وجنب منها كام زيرو؟ 2 زيرو طب لو انا بقول 23 وجنب منها مثلا 10,000 بعمل ايه؟
جنبها 5 0 بكتب 23 زي ما هي. طب انا نسيت ال 10000 دي كام زيرو، فبكتب 10000 دول كام زيرو؟ 40 مش 5 لان هما هو ال 10000 ده 5 ديجيتس، ف1 وجنب منه 4 زيروز، فبكتب هنا 23 زي ما هي واكتب جنب منها ال 4 زيروز. صعبه كده؟ ثانيه واحده بس خليك معايا، الله يكرمك. لو مش فاهم قول لي، وقفني قول لي مش فاهم وانا هقول، انما تقول لي على حاجه تانية لا. خلاص فاهم دي ولا مش فاهمها؟ لا فاهم دي. بس اصبر بقى اما تخلص خالص. لو انا بقول هنا عندي 300 مليون، بعمل دي ازاي؟ بكتب ال 300 زي ما هي. المليون دي فيها كام زيرو؟ مش عارف، بكتب المليون، المليون دي بيكتب 1 وقدام منه 6 زيروز، يبقى انا عارف ان انا هكتب 6 زيروز بس، فبقوم كاتب هنا 6 زيروز. فهمنا بتحل ازاي؟ فهمنا السؤال ده بيتعمل ازاي؟ ايوه. طيب في حته بقى صغيره، لو انا بقول مثلا 700 equals كام 1000 equal كام 1000، مين يحل معايا السؤال ده؟ 700 equal كام 1000؟ مستر ممكن اجرب؟ قول يا مهاب. ده equal انا احل ده الاول لوحده واكتب الانسر هنا وبعدين ارجع ابص للجنب التاني. 70 يا مستر. جبتها منين؟ ما انا مش عارف برضو. هي اجابتك صح جبتها من راسي طبعا. احنا عاوزين نعرف الستبس. قولي عملت ايه؟ بص عشان نقول دي 70 جت منين، اجابتك صح بس نقول عملنا ايه. انا كتبت ال 700 زي ما هي، ال 100 دي فيها كام زيرو؟ 2 زيروز. كتبت ال 2 زيروز. ارجع ابص بقى هنا، دي كلمة ده كام؟ 3 زيروز. 1000 المفروض بيكون جنب منه 3 زيروز، فانا عاوز ايه النمبر اللي اكتبه هنا عشان الاثنين دول يكونوا جنب زي بعض؟ انا كان عندي هنا 3 زيروز، هشيلهم مع 3 زيروز، يفضل كام؟ يفضل 7. تمام كده فهمناها. تاني لما اجي اقول كده 23 مليون ايكوال كام 1000، مين يحل معايا السؤال ده؟ قولي يا لين. ايه كده، انا بحب الناس اللي بتشارك كده. مون قولي يا لين. نعم. نعمل السؤال ده ازاي؟ 23 مليون ايكوال كام 1000؟ كنا نعمل ايه؟ واحده واحده، انا ما اعرفش. انا بص انا ماليش دعوه بالنص ده كده، ماليش دعوه بيه خلاص. انا عاوز اكتب الاجابه بتاعتي دي. كنا بنعملها ازاي؟ هيبقى 230. بكتب ايه الاول؟ انا ما اعرفش 230. انت برضو بصيت على الاجابه، ما فيش هنا حاجه. حلو كده، ما فيش سؤال. انا عاوز اشوف ال 23 مليون دي لما اجي اكتبها بالديجيت اكتب ايه؟ 23 قدامها 6 زيرو، ده اللي انا عاوز اسمعه، وقدامها 6 زيروز. خلاص كده. نرجع بقى للسؤال، انت عاوز السؤال بيقول لك ايه؟ الكلام ده هو النمبر اللي انت كاتبه ده هو ايكوال كام 1000، هي 1000 دي فيها كام زيرو؟ 3. ادي 3 زيروز اهو، شيل ال 3 زيروز دول مع 3 زيروز من هنا، ايه اللي يتبقى؟ 23 قدامها 3 زيروز. بس 23000. صعبه الطريقه دي؟ لا سهل. تمام. طيب تعال نشوف، لو انا بقول 700 مليون ايكوال كام 1000، بلاش 1000 خليها 10000. مين يحل معايا السؤال ده؟ أنا. احنا عاوزين بقى نسمع حد تاني. انا يا مستر. لا عاوزين نرفع ايدينا من غير انا، مين اللي هيجاوب معايا بس؟ مفيش غير ادم ومهاب ولين كانت لسه جايه مجاوبه، مفيش حد تاني؟
يا محمد يا انا محمد. عايزه تقول بس هي ما بتعرفش مين؟ ترفع ايديها. مين؟ واحده اسمها اسمها رودينا. يا رودينا، لكن هي فتحت الكاميرا ورفع ايديها بس ما بتعرفش ترفع ايديها. يا رودينا يعني. قولي يا رودينا. ايوه مستر. نحل السؤال ده ازاي؟ بص، انت عاوز ترفع ايدك منين؟ شغاله من على الموبايل ولا من على الكمبيوتر؟ الموبايل. من على الموبايل هتلاقي فيه ثلاث نقط تحت كده جنب، يعني على الشاشة، شايفاهم؟ لو دوست عليهم هتلاقي فيه كلمة raise hand. لقيت الraise hand دي، لما تضغط عليها تقوم رفع ايدك، يبقى انت عاوز تجاوبي، عاوز تقولي حاجة. عرفتيها بتعمل ازاي؟ طيب خلاص، هنحل بقى السؤال ده ازاي؟ قولي يا رودين. تقول مرة تحضر معايا يا رودين، صح؟ يا اهلا بيك يا رودين. قولي يا رودين. $700 million equal كام؟ equal كام 10,000؟ نعمل ايه؟ نمشي بالخطوات. اتفقنا ان الجزء ده هو الجزء ده كده، انا مليش دعوه بيه، خلاص اعتبري الجزء ده مش موجود. انا عاوز اكتب النمبر هنا. اكتب ايه؟ 7. النمبر ده كام؟ 700. اكتب 700 زي ما هو. المليون دي فيها كام زيرو؟ المليون دي فيها كام زيرو؟ نفتكر كده مع بعض. لو انا كاتب كده ده 1، حطيت له زيرو بقى كام؟ 10. كمان زيرو 100. كمان زيرو. انا هفضل ماشي. لو انا نسيت، انا بقولك لو انا نسيت اعمل ايه؟ 1000 كمان زيرو 1 مليون. لا، بعد 1000 بعدها 10,000. بعد 10,000 مليون. لا، 100,000. مش احنا قلنا 1000 10,000 بعدها 100,000 بعدها مليون. دول كام زيرو؟ دول كام زيرو؟ لا، 6 zeros. 1 2 3 4 5 6. مالناش دعوه بالوان، انا بقول كام زيرو؟ كام زيرو؟ 6. وبنزود ال 6 زيروز هنا. خلاص بقى كده تمام. نرجع للسؤال بتاعنا. ال 10000 10000 المفروض ان احنا قلناها فيها كام زيرو؟ 6. لا، المليون اللي فيها 6، مش عارف ال 10000. بكتب 1 كده، 1 كتبت له زيرو بقى 10,000. يبقى دول كام زيرو؟ 4. يبقى بقول له 1 2 3 4. بعد كده بعمل ايه؟ مش دول 4 زيروز؟ بنشيل 4 زيروز من هنا مع 4 زيروز من هنا، يتبقى كام؟ يتبقى 7، وقدامها كام زيرو؟ 4. 4 زيروز. صعب كده؟ لا. تمام، نرجع نكمل حل. يلا طيب، ونمبر 10، بصوا معايا كده على نمبر 10. نمبر 10، لان النمبر 10 دي اللي ايه، اللي كلنا بنغلط فيه. نمبر 10 دي اللي بتعمل المشكله كلها. اكبر فاميلي عندنا هنا اللي هي مين؟ اكبر فاميلي مين؟ المليارد. المليارد. يبقى انا عندي هنا المليارد، بعد الفاميلي بتاعت المليارد بعدها فاميلي اسمها ايه؟ مليون. بعد المليون ثاوزن. بعد الثاوزن يونت. يونت. كل فاميلي بتتكون من كم ديجيت؟ 3 ديجيت. من 3 ديجيت. يلا نمشي مع بعض كده واحدة واحدة. انا هنا عندي ده البليون، وده عندي المليون، وده الثاوزن، وده اليونت. تعال نمشي مع بعض كده. اول واحدة هنا اللي هي المليارد، 6 مليارد. فانا عندي 6 موجوده في اليونتس. طب التنس بزيرو، والهندرد بزيرو. فانا كتبت 6 هنا في اليونتس، والتنس بزيرو، والهندرد بزيرو. زيرو على الشمال ولا له اي لازمه، خلاص شلته. تمام كده ماشي. المليون، المليون فيها مين؟ 3. المليون فيها مين؟ 47. 47 مين اللي في اليونتس؟ 7. مين اللي في التنس؟ 4. مين اللي في الهندرد؟ 0. بكتب 0
وبعدين الفور وبعدين السيفن. طيب اللي المفروض اللي بعد المليون بعدها فاميلي اسمها ايه؟ الثاوزن. فين الثاوزن؟ مفيش. يبقى بكتب مكانها زيرو. مين اللي بعدها اللي من غير اسم؟ اللي من غير اسم دي اسمها ايه؟ اليونت فاميلي. اليونت فاميلي فيها 3 ديجيت بنكتبهم 257. كده خلاص فهمنا بتعمل ازاي؟ اوكي شكرا يا عم. عادي مش فاهم؟ لا كده تمام. المليار ده نعملها ازاي؟ نعملها وبعدها المليار. طيب ماشي خلاص نكمل. المليار دي بنعملها ازاي يا سامة؟ فاكرها المليار دي الاول انا عندي كام فاميلي؟ ادي المليار وبيجي بعدها المليون وبيجي بعدها الثاوزن وبعدها اليونت صح؟ انا بكتب 1 over 4 ده فراكشن بنكتبه في انهي فاميلي من دول؟ في المليار ولا المليون ولا مين اللي فتح المايك تاني يا رجل؟ ولا الثاوزن ولا اليونت؟ نكتبها في المليون. في المليون مش المليار. يبقى انا بكتب هنا ال1 اوفر 4 ارتفانا بيجي معاها نمبر معاها على طول اللي هو مين؟ مين اللي بيجي مع ال1 اوفر 4؟ احنا قلنا ال1 اوفر 4 بيجي معاها نمبر وال1 اوفر 2 بيجي معاها نمبر وال3 اوفر 4 بيجي معاها نمبر فاكرهم؟ ايه بقى اللي بيجي مع ال1 اوفر 4؟ ال قولي صح غلط قولي. مش 250 تمام. طيب ادي 250 وبعد كده في حاجه هنا؟ لا زيرو. اكتب زيرو. وحاجه هنا؟ زيرو. زيرو صح. فبقى عندنا كام؟ 250 مليون مش 250000 فهمناها؟ نفس الكلام هنكرره هنا مع الثلاثين ومع الفورتين. ماشي يلا كملي بقى وبعتهم لي كده عشان نشوف كمل 15 و16. مين تاني اللي بعت؟ معتز. قولي يا معتز. اتفقنا عندنا اكبر فاميلي اللي اسمها ايه؟ المليار. ادي المليار وبعدها يبقى عندنا مليون بعدها يبقى عندنا 1000 بعدها يبقى عندنا مين؟ يونت. اتفقنا كده؟ يونت. مين في المليار؟ 7 في المليار. ادي ال7 7 في المليار. المفروض بعد المليار يبقى بعدها ايه؟ مليون صح؟ مليون. فين المليون هنا؟ في مليون؟ اللي هي 481 81 ايه؟ 1000 بس مش مليون. دي 1000 يبقى دي اللي في الكتاب في 1000 481. طب امال مين اللي في المليون؟ المليون مفيش فيها حد فنكتب مكانها لانها فاميلي لانها فاميلي على بعضها فبنكتب 3 زيروز فاميلي على بعضها بنكتب 3 زيروز عندنا 550 تمام؟ نشوف نكمل كده تمام.